لومبرغ، اليمن ينجح في إحباط أكثر الجيوش تضوراً في العالم. وصف موقع بلومبرغ نجاح اليمن في إحباط أكثر الجيوش تضوراً في العالم لأنه يمثل أحدث انتكاسة لواشنطن. وذكر الموقع الأمريكي في تقرير له اليوم الأربعاء أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر لوقف عمليات اليمن الداعمة لغزة لم ينجح، مشيرا إلى أن التحالف فشل رغم استخدامه معدات باهظة الثمن ولم يتمكن من وقف عمليات اليمن. وقال إن نجاح اليمن في إحباط أكثر الجيوش تضورا في العالم هو أحدث انتكاسة لواشنطن. وأضاف موقع بلومبرغ بأن أكبر شركات الشحن في العالم لا تزال تتجنب العبور في البحر الأحمر، وهو المسار الذي كان يحمل ذات يوم 15% من التجارة العالمية. وقال قائد الأسطول للبحر الأحمر الأدميرال مارك ميجيز إنه على الرغم من مرور أكثر من 3 أشهر على بدء عملية كبيرة للبحرية، لا يزال أمام الولايات المتحدة وحلفائها المزيد من العمل للقيام به. فيما أقر أحد المسؤولين الغربيين أن القوات اليمنية لديها القدرة على مواصلة شن هجماتها في البحر الأحمر بوتيرة قريبة من الوتيرة الحالية لعدة أشهر قادمة. اعترف ميجيز بأن عدد الصواريخ التي كانت بحوزة اليمن في ترساناته في بداية الصراع مثلت نوعا من الثقب الأسود بالنسبة للاستخبارات الأمريكية. وقال أحد المسؤولين العسكريين الأمريكيين الذي طلب عدم الكشف عن هويته لبلومبرغ إن الولايات المتحدة تقف على الجانب الخطأ من ناحية التكلفة في البحر الأحمر، مؤكدا أن التكاليف أصبحت باهظة الثمن على واشنطن. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو واشتراك القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.